اولا الخطاب الملكي السامي كانت يعني بمثابه واحد خريطه الطريق للعديد من المجالات، وبالخصوص هذا المجال ديال تعامل المؤسسات المغربيه مع مغاربه العالم. وهذا التعامل انا يعني ربما خديت منه كعادتي النقطه المتعلقه بالاقتصاد. كاين الناس اللي غادي ياخذوا نقاط اخرى. انا اؤمن ايمان راسخ في التجربه اللي قمت بها ولو مده قصيره، يعني تبين لي وهذا الايمان هذا بانه على صواب، ان مغاربه العالم هما ذروه يمكن يعني اشراكها في المسلسل التنموي اللي كيقوده جلاله الملك. علاش؟ لان هي متنوعه التكوين، متنوعه التجارب، وعاد واحد الجزء منهم يمكن اللي نقول مسك عليه الله ماديا وكيبحث، حتى هو عنده امكانيات كيبحث على فين يستمر. لحد الساعه الخطوه اللي دارت هي خطوه ديال تحويل الاموال لحاجيات عائليه، لحاجيات سياحيه، للادخار الى غير ذلك، والاستثمار خاصه في السكن، وجزء صغير اللي كيمشي للاستثمار في قطاعات انتاجيه بالخصوص في الميدان السياحي. السياحي والصغير. انا نكمل كنكمل انا جاي. دونك حنا الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء الكبرى كنعتبروا نفوسنا كجهه انها هي الجهه التي توفر اكثر فرص للاستثمار، لان عندها تنافسيه في واحد العديد المجالات، وكاين قطاعات اللي كتوالم التكوين والتجربه والطموحات ديال المغاربه العالم. قطاعات صعيده مثل المعلوميات، مثل السياحة المتجددة، مثل النقل، مثل الخدمات للمقاولات، ومثل كذلك حتى الميدان ديال السيارات والطيران والتغذية. والآن أكثر فأكثر القطاع ديال الصحة بكل مكوناته، واللي اليوم فيه بزاف ديال المغاربة العالم اللي جاو بتجربتهم وداروا مشاريع ديال مستشفيات خاصه. استاذ على مستوى المساطر الاداريه، حنا على بلاتي، حنا كنتكلموا، انا كنتكلم معك كجهه، حنا الجهه عندها دور ديال تعبئه يعني فرص الاستثمار، دور ديال التكوين عند الحاجه، ودور ديال يعني تسهيل الاستثمار من ناحيه مثلا ديال العقار، من ناحيه ديال التمويل. ولكن حنا ماشي حنا اللي مسؤولين كجهه، ما عندناش ارتباط بالعمل الاداري المحض، يعني ماشي حنا اللي كنديروا المساطير الاداريه. من حسن الحظ ان عندنا مراكز جهويه للاستثمار اللي عندها كذلك واحد الدور مهم ومهم جدا، واخا ما هي ما تبعاش للجهه، ولكن عندها واحد العمل مع الجهه، وحنا كنحضروا في ذاك اللجنه الموحده ديال الاستثمار اللي كتكون اسبوعيا، واللي دائما كتكون يعني الحقيقه ماشي غير حنا، كل شيء باغي يشجع الاستثمار وباغي يشجع مغاربه العالم في الاستثمار. دونك ملي كيجي واحد المغربي ساكن في الخارج وكيبغي يدير واحد المشروع، انا كنت قلتها لهم انذاك اول نصيحه، انك واخا تجي المغرب، واخا بلادك، واخا عندك خوك، واخا عندك باك هنا، راه ماشي باك وخوك اللي غادي يعاونوك باش دير الاستثمار، خاصك تمشي لعند ذوي الاختصاص. ذوي الاختصاص اول واحد بعدا هو المركز الجهوي للاستثمار، كيسهل ويعطيك المعلومات ويعطيك شنو هما التسهيلات اللي كاينه اخره. ثانيا الانسان ملي كيجي معول يدير 100 في واحد المشروع، ما فيها باس الا زاد واحد وخدا الخبره ديال المحامي او ديال الخبير باش يعاونو، باش يعني يحميه من الاخطاء اللي يمكن لا تؤدي لواحد العدد ديال الامور اللي كيشكاو منها، راه الدولي ما الدوليش الى اخره، وهذا كيمشي الانسان ضحيه ديال واحد السذاجه. لا سيد الله يخليك، بغيت نفهم دابا واش حنا غنقدروا نجاوبوا على السؤال ديال 20 غشت بهاد الاجراءات اللي تقول لنا دابا انت؟ انا كنظن كنقدروا نجاوبوا، هذه بدايه. حنا 20 غشت راه غير البارح،
وحنا لاني كان يعني انا كنهضر لك على مؤسسه الجهه راه كدير الان كتعد واحد الامكانيات ضخمه لتسخير العقار للاستثمار. ماذا عدت الجهه بسبب برنامج التنوت البيضاويين من مغاربه العالم؟ شنو هو البرامج اللي تعدات مثلا خصيصا لهاد الناس؟ انا قلت لك بلا بان الجهه من المعقول تخدم لكل شيء وهذا معقول، ولكن المغاربه العالم عندهم واحد الخصوصيه، خصوصيه ديال الوقت ديال الاحتياجات ديال ظروفهم الخاصه. اذا انتم كناس مسؤولين على تسيير الشان العام هذه الجهه، شنو هو الرادار؟ فين شد لكم الرادار مع مغاربه العالم؟ الرادار ديالنا هو ملي غادي حنا كنهيئوا العرض ديالنا لوفر، العرض الاستثماري بالنسبه للمغاربه العالم، والعرض السياحي بالنسبه لمغاربه العالم، والعرض الثقافي بمغاربه العالم، غادي يتنشر اولا عبر القنوات العامه ولكن كذلك عبر القنوات الخاصه بمغاربه العالم. انا سبق لي وعرفت هاد القنوات الخاصه واللي عرفت واحد التطور مع انه ارتباط بكل شبكات ديال التواصل الاجتماعي باش يعرفوا مثلا شنو هما الامكانات اللي يمكن لهم يستعملوها في ميدان الاستثمار، وشنو هما يعني التسهيلات اللي كاينين في ميدان السياحه. كاين مناطق اللي الانسان مغاربه العالم يمكن ما كيعرفوهاش، ولكن تبارك الله راهم قارين، راهم كيفهموا، كيدخلوا للانترنت ويشوفوا الى غير ذلك. دونك غادي اللي مهم هو هذا العرض يكون واضح، يكون مثلا عندنا الان كنخدموا على واحد لو سيركوي ديال لي باراج ديال لا ريجون اللي غادي يكون فيه يعني تنشيط، وغيكون فيه واحد البنيه سياحيه خفيفه اللي كت معموله لهذا النوع من السياحه القرويه، واللي غادي يتنشر وغادي يتعرف. ويمكن هاد المغاربه العالم اللي ما عندهم اصل من هنا، اللي كان كيشوف مثلا سد المسيره كيشوف فيها الخلا، اليوم غادي يشوف سد المسيره فيه الماء وفيه كذلك واحد ظروف الاستقبال منتزه. غنمروا من ذاك السد غير اللي هو خزان للماء الى سد منتزه اللي غيكون مفتوح. وداخل الجهه عندنا تقريبا 11 المشروع من هذا النوع اللي غيكون السياحه القرويه. هذا كمثال يعني. وحتى السياحه براسها مغاربه العالم عندهم الحق يستثمروا فيها، كيمكن له يجي غدا ويفتح حتى هو ويدير واحد المطعم، راهم دايرينه ديجا دابا في دار بوعزه الى غير ذلك، ويستثمر فيه ويستقبل فيه الناس خوتو مغاربه العالم، وكان كذلك جيرانه ديال البلاد المقام ديالو. سي بعزوز، انت كنت وزير الهجره تقريبا واحد 22 شهر، اش هي الحاجه اللي فاش ما بقيتش وزير الهجره كنت بغيتي تمنيتي ديرها الجاليه؟ انا هذا غادي نقول لك، انا لا دي فورماسيون بروفيسيونيل ديالي وكنت خدام فيها، هو دينا فيها هي واحد القناة، يعني لما أقول قناة ماشي تلفزيون ماشي، هذا هي واحد الوسيلة ديال ربط الكفاءة المغربية بالمغرب، بحيث كاين احنا أنا كنت قلتها وأرددتها أكثر من مرة، أن مغربي في الخارج كيمكن له يساهم بطريقته في التنمية ديال المغرب وديال عائلته، إما من هناك أو من هنا. الفكرة هو أننا نخلقوا هذه الوسيلة باش يمكن له يساهم من هناك أو من هنا. أنا كنقول لك دابا كمهندس كيمكن لي نجي دابا اليوم سهلت الأمور بلا ما نجي ندير واحد المشروع ونقدمه. كطبيب كيمكن لي نساهم في تكوين ديال الأطباء، كيمكن لي ميم نساهم في عملية جراحية عن بعد، أو نجي ندير ثلاثة العمليات في أسبوع ونمشي وعاود أسبوعين من بعد نجي. دونك هادو أمور اللي كنا كنبحثوا عليها، وخاصة في التكوين وفي التعليم أن من القدرات ما يمكن أن يغطي الحاجيات ديالنا. اللي كيخص هو القناة باش نقربوهم لهذه الحاجيات، يعني في مراكز في الكليات في المدارس الهندسة أو حتى في مراكز التكوين المهني. اللي كنت دائما كنأكد على أن الكفاءات لا تعني الدبلوم العالي، الكفاءات هي تجارب، هي كفاءة، هي ابيليتي، هي كاباسيتي افير كيلكو شوز اللي كيكون كي
بو لا ترونسميتر او تخوي. وانا شفتهم في ايطاليا انا ودايور بغيت نشيد بهذه القضيه هو ان في ايطاليا انذاك اكثر من 12% ديال المغاربه العالم القاطنين في ايطاليا اللي كانوا 600,000 اكثر من 12% كلهم مقاولون. ف يعني هذه راه يعني بيبينير ديال المقاولات 12% ديال 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 600,000 هي 72,000. اخر سؤال استاذ، يعني ان البيضاويين مغاربه العالم يعني خصهم يكونوا مطمئنين يعني في الجهه ديال الدار البيضاء. معلوم خصهم يكونوا مطمئنين في جهه الدار البيضاء، يطمئنوا في جهه الدار البيضاء ويطمئنوا في المغرب كامل. نو على مستوى ان مثلا الدار البيضاء كما قلتي هذه المساله ديال الامن العقاري، يعني عندهم عقارات عندهم هذا، وكنا حنا سمعنا بزاف الحوايج ديال الشيء ديال الساطو ديال هذا. يعني البيضاوي ديال مغاربه العالم في جهه الدار البيضاء وخصو يكون مطمئن على يعني مثلا المساله ديال الضرائب العقارات المساطر سميتو. يعني نحن نؤمن بانكم تشتغلون، ولكن هما خصهم يطمئنوا بان راه كاين واحد الناس يشتغلوا يعني في الغيبه ديالهم. يطمئنوا فعلا، انا كنسطر على الجمله الاخيره ديالك، يجب ان يطمئنوا لان كاين هناك ناس تشتغل، وهاد الناس اللي كتشتغل دايرين في نصب اعينهم تنميه البلد ككل، ونزولا كذلك عند يعني التوجيهات الملكيه الساميه. مغاربه العالم عندهم واحد العنايه خاصه في كل ما يدين، وخاصه نكونوا صراحة ان اسبوع ولا جوج الاسابيع في السنه ما تكفيش الانسان باش يدير كاع داكشي اللي خصو يدير ويديروه بالكيفيه بنجاح. فكيمكن شي خطره الانسان كيكون ضحيه الزمن، داك حتى داك السذاجه ديالو تستغل، لان يعني المده قصيره، وبالتالي يعني لا بد من يعني ان كل واحد، انا شخصي ساكن هنا بغيت ندير شي عمليه لا بد كناخذ واحد الخبير في داك الميدان هذاك باش ما نمشيش ضحيه ديال السذاجه ديالي في داك الميدان.